عودة لكم مشاهدينا، تنتابع نحن وياكم فقراتنا ضمن برنامجنا الصباحي عبر شاشة مريم تي في، وتحية لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا بلبنان والعالم. للحقيقة من أكثر من 34 سنة مثل كل مرة دائما بنذكر بأهداف ورسالة الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية والشعبية اللي بيشتغل كخلية نحل ليل نهار من أجل الحفاظ على تراث الآباء والأجداد وعلى كل الرياضات التقليدية اللي كانوا آبائنا وأجدادنا يعدوها، ولكن للأسف الأجيال الجديدة بطل يهمها تراث آبائها وأجدادها. لهيك الاتحاد عنده رسالة وعنده قضية حاملة من مكان لآخر، من دولة إلى دولة أخرى، لحتى يرجع هيدي العادات والتقاليد المتبعة، الرياضات التقليدية وكل ما يمت لتاريخ البشرية بصلة. اليوم ضيفنا رئيس الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية الأستاذ مارون خليل خليل، يلي اليوم حيحدثنا بإسهاب عن جملة من الرياضات والبطولات يلي عم يشهدها وطننا لبنان بالرغم من كل الأزمات وبالرغم من كل ما يقال عن حرب وبالرغم من كل التحديات الاقتصادية والمعيشية وصعوبة النقل وإلى ما هنالك، إلا أنه الاتحاد مع البطولات الرياضية ما بيعرف للتعب معنا من منطقة لمنطقة في سبيل رفع هذه الراية يلي اؤتمن عليها والوديعة يلي وضعت بين ايديه. ما هو جديد البطولات؟ شو في عنا قصص جديد اليوم رح يحكي لنا اياها استاذ مارون خليل خليل. اهلا وسهلا فيك استاذ مارون. يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين، وشكرا لهالمقدمة الحلوة. وانت ست لي يعني من اهل البيت، يعني رئيس لجنة الاعلام والاعلان بالاتحاد، انا بفتخر فيك وبفتخر بالاخيار امثالك على صعيد لبنان والوطن العربي. مقدمتك ممتازة مثل ما قلت، إنه نحن من 1990 نعمل جاهدين على نشر وإعادة إحياء الرياضات التقليدية الشعبية في لبنان والوطن العربي تحت راية اتحاد اللجنة الأولمبية العربية واتحاد الاتحادات العربية اللي مقره في المملكة العربية السعودية. حكيتي حضرتك، قلت إنه نحن بدون كلل أو ملل طبعا، وركزتي على إنه من اللحم الحي عم نشتغل، ركزتي إنه عم نشتغل بكل المناطق اللبنانية إيمانا منا بتعريف الجيل الناشئ على رياضات الآباء والأجداد ونشرها وإعادة إحيائها. لأنه اليوم أنا عم بطلق من بعد ما أطلعنا لعام 2024 عام رياضات تقليدية شعبية، حطينا هدف إنه رح نعمل 100 نشاط خلال 2024. بالمبدأ ماشيين أكثر من الممتاز، رح نقلط ال 100 نشاط باللي عم نشتغله، لانه الاحداث ما بتعنينا، ما في شيء عندنا بلبنان. لبنان انا بقول بالفم من الان انه ما في اجمل منه، والمناطق كلها نائيه وكلها رايقه، ومحل ما عم بروح عم بيكون في فرح لا متناهي. نحن السنه سبحان الله والحمد لله على اللي الناس اللي صارت عندها وعي، ان كان بلديات او اذا بدك كنايس او جمعيات، كلهم عم بيفكروا بإعادة إحياء ونشر رياضات تقليدية شعبية، عم بيستبدلون بإشياء تانية. نحنا بهمنا كتير إنه هالرياضات، لأنه هالرياضات نحنا بالنهار اللي عم نكون فيه بأي منطقة كانت من الصبح للمساء عم بيكون في عنا مباريات رياضية لكل الأعمار لكل شرائح المجتمع، يعني الولد البنت البي الأم الست الجد الكبير الصغير، ما في حدا ما عم بيمارس معنا رياضات تقليدية شعبية، وعم بيكون شيء فرح لا متناهي احسن من كثير اشياء. نعم. وانا برجع بقول لهم مجددا لكل المعنيين بالمناطق، مثل يعني ما فيني اعدد مناطق اليوم اللي عملنا فيها السنه لانه مش طبيعي. كل حتى جمعة بالدول العربيه كان لكم محطات، حتى بالدول العربيه، وهلا نحن ان شاء الله بشهر الجاي رايحين على السعوديه، يعني كل شهر عندنا بمحل ما. وكمان شيء للمشاهدين هلا، انه نحن غير انه الاتحاد اللبناني والعربي للرياضات التقليديه الشعبيه انضمينا رسميا للاتحاد العربي والعالمي للهجن، يعني للجمال، انضمينا كمان هلا مجددا للاتحاد العالمي لرياضه طير الصقور. وانا راح اكون بدبي بالامارات العربيه المتحده ان شاء الله بشهر 11 للمشاركه على صعيد لبنان، بده يشارك اول مره برياضه صيد الصقور. وهون بدعي كل اللي عم يسمعونا اليوم، لانه نحن هلا عندنا معسكر تدريبي في المملكه العربيه السعوديه، مطلوب مني شابين يكونوا يقدروا يمارسوا رياضه ركوب الجمل، لانه لبنان بلش يشارك لكن عملنا معسكر، واكيد كل شيء على حساب المملكه. فبهمني كل المشاهدين اللي عم يسمعونا يتواصلوا يتسارعوا يتواصلوا معي لحتى نحدد شابين بالمواصفات المطلوبه ليكون لبنان على خارطه الابطال العالميين بركوب الهجن او ركوب الجمل. نحن بنعرفه يعني حتى المشاهد يفهم شو الهجن. بما خص لبنان، نعم لبنان كثير عم نعمل نشاطات
بكل المناطق، يعني عملنا مهرجانات بدار القمر صارت دورية، كل نشاط أكثر من 3 سنين يعتبر دوري، عم تكون سوبر ممتازة. كانت رائعة. عملنا بطنبوريت، عملنا بكل الضياع اللبنانية. هلأ عنا نحن نهار الجمعة بجوم بدار المخلص، عنا نهار الأحد بدوما، عنا ب23 بالضنية، عنا بشحيم، عم نعمل بجنوب بشمال بكل المناطق اللبنانية. وأكثر تفاعل عم بيكون كمان عنا، أو أكثر نشاطات اللي هي بدها نقل وما نقل وما عنا إمكانيات، عم نعملهم بمقر الاتحاد اللبناني والعربي بشاوية تبريح طريق الورهنية. امبارح 6 ليام نحن عم نعمل بطولة الليخة مع هذا، شفت ولاد طلعوا عم بيتفرجوا وعندهم عشق للرياضة التقليدية الشعبية، واللبناني بتعرفي انه بيحب انه يكون قوي. اخترعت لهم بطولة اقوى ولد، يعني كيف بتشوفي اقوى رجل بشد شاحنة وبيبرم دولاب حلو. وبيعمل، او اقوى امرأة. عينا انه 25 شهر الحالي راح يكون هو بطولة اقوى ولد لأعمار تحت ال 14 سنة وتحت ال 16 سنة، وهيدي رح تكون إذا بدك قنبلة ال 2024 بنشاطاتنا، لأنه جربناهم وشفناهم. صدقيني ابن تحت ال 16 سنة وابن تحت ال 14 سنة عنده إرادة صلبة وعنده عشق للرياضة التقليدية الشعبية وعنده حب لا متناهي، بس رح تكون عربية، رح يكون في عنا مشاركين من فلسطين، من سوريا، من لبنان، بالإضافة أنا بعدت على الدول العربية. الوضع اللي بيسمع بيقول لك لبنان لبنان، نحن عايشين بكل امان، بس نحن ما فينا نتحمل اي شيء، يعني بانه على مسؤوليتكم. نحن بنقول لهم على مسؤوليه الله، نحن ماشيين وماشيين، ما بنعرف شو بيصير بالبلد، بس بقول لكل اخوي بالعرب انه لبنان بلد امن ورايق. في مناطق معينه عم بيصير فيها احداث للاسف يعني انفرضت علينا، ونحن ما نتعاطى للسياسه وللدين للتعصب، انما مستمرين الى ما لا نهايه. بالعكس هيك رياضات شوي بتخلي الإنسان يتنفس نتفة طبيعي الصعداء يعني بحياته، ويطلع من هالأجواء التوتر اللي عم بيعيشها. الرياضة بترفع الإنسان ما بتشوفي ست بكل ليا أشكاله. قديش في فرح عم بيكون بالضياع. يعني كنا بجنس نايا ضلينا من الساعة 1 الظهر للوحدة ونص بالليل، الأهالي عندي 350 نسمة، يعني بوجه لهم تحية كتير كبيرة لكل الضياع اللي عم نشارك فيهم. 350 نسمة، كان في 351 يعني بتروحي على البيوت كلها فاضي، الأم عم تلعب بمارس معنا الرياضة التقليدية الشعبية، جدي عم تلعب، الجد عم يلعب، البي عم يلعب، الأولاد عم يلعبوا. عندنا كل الرياضات تبعنا هي متنفس، وهي إذا بدك بالفطرة بحبوها، لأنه هي رياضة الآباء والأجداد، وعم بينبسطوا إنه أوف هدول كانوا آبائنا وأجدادنا. يعني الولد عنده فرح إنه يكون عم بأهله مبسوطين منه، الأهل عندهم فرح إنه عم بيمارسوها وأولادهم عم بيكونوا مبسوطين. الحمد لله بهالشغلة يعني كتير عم نكون ناجحين. ومثل ما قلت لك صارت تستبدل بليالي سهر وليالي طرب وليالي فرح، عم يعملوا ليالي قروية، عم بيكون حلو. معي أنا حكام من الجيش اللبناني، قوى أمن داخلي، أمن عام، عم بيكون معنا الأبطال من كل المناطق، عم بيكون معي أعضاء الاتحاد ورؤساء اللجان اللي معروفين منتشرين على كل هون، بوجه لهم تحية جميعا لأنه أنا لي الحق أحكي باسمهم. هون عم نشوف بطولة مع العسكر مع الجيش اللبناني، يعني مثل ما قلنا نحن الجيش اللبناني عم يكون مرافقنا بكل محطاتنا. بدير القمر كان عندنا نشاط عيد سيدك بمناسبة عيد التلية. السيدة متميز، الجيش مش بس عم بيكون حكام، أبطال، لاعبين، مدربين، وأيضا عم بيكونوا عم بيشاركوا معنا بالإنزال والتسلق وما إلى هنالك. يعني هاي المؤسسة اللي بوجه لها تحية كتير كبيرة برئاسة العماد المغوار قائد الجيش جوزيف عون، انه مع المؤسسات العسكريه الشرعيه اللي انا بقول لهم انه نطلب من الله انه ينبسط السلطه من الناقوره للنهر الكبير، لانه عن جد هالشريحه من المجتمع المؤسسات العسكريه حدا كتير منيح، حدا كتير عم بيوقف مع كل شرائح المجتمع المدنيه، عم بيكونوا معنا. انا عم برتاح، يعني عندنا حكام مدنيين بس العسكر عم بيكون عندهم مناقبيه، عم بيكون عندهم التزام، عم بيكون عندهم مصداقيه بالشغل، وهن حدا متنزه لانه ابن المؤسسه العسكريه. يعني بتقولي يا وطن، هن الوطن، هن عم بيمثلوا الوطن، هن عم بيكون معنا بهيدا النشاطات. نعم استاذ مارون، بيجون شو نوع البطولة اللي حتكون؟ بيجون او بكل المناطق، نحن هلا رحنا على خيارين، انت بتعرفي انه نحن بنعمل بطولات الجرن والمحدلي والمخلد جرس، يعني بطولات لبنان والعرب، وهذا شيء كتير حلو.
بس انا عم بطرح على كل رؤساء البلديات والمسؤولين انه يكون في فرح، يعني بدل ما يكون عندنا اجران وامخال ومحايل وجرس تقال وما يقدر يشارك الا عدد قليل من المجتمع، عم نعمل شغله انه تكون كل الشرائح عم تشتغل، فلهيك رح يكون عندنا مهرجان اذا بدك يقدروا كل المجتمع يشارك فيه. عندنا بيجون رفع الجرن، عندنا رفع المحدلية، رفع المخل، الجرس، حلو. شد الحبل، اطول اوف، اطول زلغوطه، اطول شعر، جحشي طويله، العرجه للاولاد الصغار، عم نعمل لهم سير البطه، سير النمله، للشباب نحن وعم نشتغل كمان في مرافق عم بيكون معنا، بطوله طاوله زهر، في بطوله ورق، يعني كل الاشياء اللي كانت تمارس من زمان، في عنا اشياء البوزه، في عنا سده البيبسي، في عنا عجل مشمش، يعني كل منطقه ألعاب عديدة. العاب عديده وما بتخلص. وحتى يعني بيقولوا لي رؤساء البلديات والمسؤولين انه معقولي مثلا 4 5 ساعات شو بدنا نعبي فيهم؟ عم نروح 14 15 ساعه. قلت له عندكم مشكله وحيده بدها تكون انه بده يكون في بكي من الاولاد، لانه ما فينا نلعب كل الاولاد كل الالعاب. هاي اللي عم نشوفه نحن برياضاتنا، يعني كله هني بده يلعب. مفكرين انه هني بحاجة لوقت قصير، اي هن بتفاجئوا بانه انتو 12 ساعة 13 بحاجة ساعة لوقت اطول ما عم صح. بتكفي بالضيعة، صدقيني ما عم بتكفي. حتى الأولاد عم يكونوا منهكي القوى وبدهم يمارسوا بعد وبدهم يشدوا بعد وبدهم يشتغلوا بعد. هيدي بدها ثقافة، بدها وعي. أنا هون بناشد كل المسؤولين وكل الوزارات، لأنه هون رياضات مش نحن بلشنا فيها من التسعين، وأنا موهوب بهيدي الشغلة وصار عندي عشق لها، بس بهمنا انه يكون في اخيار بلبنان موجودين الى جانبنا. يعني انت بتعرفي كرئيسه لجنه اعلام عندنا لجان بكل المناطق، وكل لجنه قديش عم بتعاني، وكتر خيركم. انا بشكركم انه عم تشتغلوا من اللحم الحي، ان كان عم بتروحوا على المهرجانات، عم بتغطوا الاحداث، عم تكونوا الى جانبنا. بس مفروض يكون في عندنا حدا يهتم بهالرياضات التقليديه الشعبيه مثل غير رياضات، ما بدنا نقول اكثر، سيما وانه هيدي لها حق علينا. ويساهم بدعم هالنشاطات اللي عم تقوم فيها. هيدي هي الرياضات، يعني إذا ما عندك ماضي ما عندك حاضر ما عندك مستقبل. فهود رياضات، ونحن حضرنا كتاب لكل الدول العربية، كل دولة نقينا أجمل 5 رياضات. نحن بطلنا نقول ألعاب لأنه عملنا لها قانون وعملنا لها أعراف، صارت رياضة وليست لعبة، وبانتظار يعني جاهز للطبع. عم نشوف إن شاء الله أحد الممولين، يعني إذا صار عندنا ممولين نطبعه، هذا رح يكون شغلة كتير مهمة، مستند أرشيف رسمي موجود أرشيف بإيد كل العالم. وزارة التربية بتعرفني كتير منيح، المسؤولين فيها بيعرفوني كتير منيح، على طول في عندهم وعود إنه نحن رح ندخل هالرياضات على المدارس. أنا ما بقى رح أحكيهم، أنا ناطر هن يتجاوبوا معنا وهن يسارعوا بهيدي الخطوة، ونحن مستعدين كاتحاد. بقول لهم إنه عندنا الكوادر كاملة، إن كان حكام، إن كان مدربين، إن كان رياضيين، إن كان أبطال، نحن موجودين بأي وقت 24 ساعة، نحن موجودين بأي منطقة بلبنان لحتى نكون عم ننشر هالثقافة اللي هي موروث لا مادي. وبركز على هالموضوع، وعن جد يعني هيدي مادة مهمة، يعني الرياضات التقليدية الشعبية منا شغلة عرضية. وكل الدول العربية اللي عم بروح بزورها بشوف فيها فرح، لأنه الوزارات والأولمبية بتعطيها حافز كتير كبير لكل اتحاد رياضات تقليدية شعبية. إذا بدك بيعملوه هذا اتحاد نوعي وبيهتموا فيه كتير. كمان بنطلب إنه يكون في عنا هون بالمثل، يعني نتعامل بالمثل بلبنان، سيما وإنه الاتحاد ما قرب بلبنان. أنا بشكر الله إنه أنا مؤسس ورئيس الاتحاد اللبناني والعربي، وفينا نعمل عدة أشياء، يعني فينا نعمل أكثر من الخارج، لكن بدنا ناس يكونوا عنده نية صافية لحتى نمشي نحن وياهم. حتى بطولات دوما استاذ مارون والباقي المناطق شو بتتضمن؟ يعني مثلا هلا نحن الرجوم عندنا وشو؟ بدوما مثل ما قلت لك ب 18 الشهر 6 حيات، اللي هن عندهم لجنة بدوما، لجنة الرياضات، لجنة المهرجانات الدولية مع البلدية، رح نكون عم نتعاون لحتى نكون من الساعة 1 الظهر. نحن بيجون رح نكون الساعة 8 المساء بدها تمد لساعة الصباح الأولى، لأنه بيجون نهار جمعة والعالم لا تطلع من بيروت ما بيطلعوا قبل الساعة 8. بدوما يوم الأحد رح نبلش من الساعة 1 بالنهار. كمان رح يكون في عنا أولاد الشهداء، أولاد شهداء الجيش رح نكون مستضيفين كممارسين للرياضة التقليدية الشعبية، بالإضافة للأهالي الموجودين فوق. من الساعة 1 رح نبلش بشد الحبل،
رفع الجرن، رفع المحدلي، رفع المخل، دق الجرس، اطول قوف، اطول زلغوطه، كل شو الاشياء حلو. اللي بنعملها، جحشي طويله، الاشياء اللي بنعملها بكل المناطق. الساعه 4 رح نعمل تكريم، لانه نحن قلينا على حالنا بهيدي السنه انه بكل منطقه في حدا اعطى ما لم يعطيه اخر، ان كان بالثقافه او بالرياضه او بهيك. بدوما رح يكون في عنا تكريم ان شاء الله لسعاده محافظ بيروت اللي هو ابن دوما، رح نكون عم نكرمه، ورح يكون في عنا تكريم للعماد قائد الجيش وللست حياة شلهوب اللي هي عم تقوم بهذا النشاط، مشكورة وست متميزة جدا، ولرئيس البلدية طبعا. وأكيد نحن الاتحاد بده يكون معنا بلجنة شمال، لأنه هي منطقة شمال في إلى لجنة مع أستاذ نجيب صدقة، يعني رح يكون في عنا حضور من لجنة شمال وحضرتهم كإعلاميين، وأنت بنت شمال يعني المفروض طبعا تكونوا طبعا. كلكم موجودين معنا. بنعمل الساعة 4 على الساعة 5 إذا بدك احتفال رسمي لحتى نكرم هالشخصيات، ونعمل كمان عروض جرن ومحدلي ومخل وأشياء بسيطة، بنرجع نستتبع لساعات الصباح الأولى. يعني أنا بقول لهم أعطونا وقت وخذوا ما يدهش العالم، ما تأيدونا بساعة وساعتين، بس في أشخاص رسميين ما فينا نحن نجيب ممثل قائد الجيش أو سعادة المحافظ نقعده كل النهار. أخذنا هالفقرة صرنا نعمل ساعة فقرة اللي هي تكريم لألون، ومفرجين شو بنعمل نحن، وبنرجع بنكفي. انا بهمني انه نكون على الارض، يعني عم نتمرمغ بالتراب، عم نشتغل مثل ما كنا نشتغل من زمان. انت بتعرفي انه انا ابن بريح، شوف، أكيد. وبالضيعه ومركز الاتحاد ومركز بالريح. الاتحاد ببريح، وانا بقول لهم، وانا بهمني هلا المشاهدين، لانه الاهالي هن لهم دور كتير كبير بهذا الموضوع لاهاليهم. نحن اليوم الولاد كلها على الواتساب وعلى الانترنت وعلى هذا الشيء، اول شيء منه منيح صحيا ومنه خطير منيح خطير. فكريا وخطير. نحن اولاد بريح هلا بلشوا، عملنا لهم نشاط كتير كبير للولاد كلهم، كان نهار كامل هلا يستتبع. عم نعمل نشاطات لذوي الهمم، ذوي الحاجات الخاصة، اللي عندهم مشاكل، كل شرائح المجتمع بتشارك معنا بهيدي النشاطات. مثل ما قلت لك هلا كمان عندنا بطولة النقايفة، بطولة النقايفة عاملينها ببيروت ب 23. اليوم كل ما احكي عنها بطولة النقايفة بتتوردني اتصالات، استاذ مارون انا كنت اتصيد العصفور بالنقايفة، انا كذا انا كذا، انا صبت رفيقي هيدي الشغلة كثير مهمة، لانه هو رياضات كثير لها وقع على على التراث اللبناني. بس الأجيال الجديدة يمكن تتفاجأ بس تسمع هيك عبارات، صدقيني صار ألعاب جحشة طويلة أو سردة البيبسي أو قشة البوظة أو بس وقت اللي عم تمارسها عم تكون إيه، بفرح مش لما طبيعي. عم بيتعرفوا عليها عم بيحبوها عم بيتعلقوا فيها عم صح بيشوفوا، وهيك بيرجعوا حنين للماضي إنه كيف كان آبائهم وأجدادهم صحيح، يمضوا عربية وقتهم. الدرمان او وتشلوا الرولمان، صح، عربية الدرمان او كيف كانوا الرولمان، يطيروا الطيارة بالجو، حتى سباق الخيل قد ايه حلو، ركوب الخيل صحيح، هيدا من صلب اهتمامات الاتحاد. الطيارة الورق، العربية الدرمان، عربية الدرمان نحن عملنا عم نعمل رالي السيارات التقليدية الشعبية. إذا بقول لك محل ما عم تتنظم بيقولوا لي هلا في، نحن ما بنزن بحدا، ما عم نقول رالي السيارات إنه مش حلوة، بس عم تستقطب عالم وعم بيكون في فرح أكثر من رالي السيارات، لأنه هيدا شيء قديم، هيدا كانوا أهلينا يمارسوها. وكمان إذا جينا حكينا عن عربية الدرمان نحن بنقلها ببريح أو الرولمان مثل ما بيعرفها المشاهد، كانت تنعمل من المورينات الكبار، كان يطلع عليها 16 17 واحد، كانوا يفوتوا، يعني هودي اللي نحن عم نجرب انه ننميهم بكل المناطق اللبنانية، نعم وهودي اللي عم نجرب انه يكونوا كل شرائح المجتمع محببة لهم. واللي عم بيساعدنا مثل ما قلت لك هن القوى المسلحة اللي هن جيش وقوى امن وامن عام عم بيكونوا معنا. وهل النخب بالاتحاد اللي نحن منقيينهم على الطبلية، يعني ما بتشوفين خلية نحل، يعني ليل ونهار عم بيكونوا معنا لحتى ينجح هذا الهدف. وانتم اللجنة الإعلامية لكم دور كبير مثل ما بقول لكم، شكرا يا يعني استاذ كل ما مارون. بعد تكونوا دوما شوفي قبل ما يخلص وقتنا. في عنا ب 23 الشهر ب بالضنية. نعم الضنية انا ما بستحي اذا بقول اول مرة زرتها، كنا نسمع عن الضنية انه الضنية ضنية، ما بنعرف شيء عن الضنية، لقيتها من اجمل بلدان او اجمل مناطق صحيح. لبنان، شعبها جدا طيب. عاملين بالضنية بسير الضنية بفندق هناك، عاملين نهار طويل كمان، راح يكون في معنا فرق الجيش اللبناني، عم نجرب انه يكون في عنا انزال ورابيل. لقونا على ساحة الضنية، لانه في عندك جبل الاربعين وفي عندك فندق بسير الضنية،
استاذ احمد فتفت اللي عم نتعاون احنا وياه، قال لي هيدي السير والضنيه كلها تحت تصرف الاتحاد، وشو بدكم فيكم تعملوا؟ رح يكون عندنا نشاط كتير كبير نهار الجمعه ب 23 او 24 هذا الشهر يوم الجمعه، رح نكون اعتبارا من الساعه 1 بالنهار فوق لحتى كل الاهالي ينزلوا على الساحه ويمارسوا هالرياضات اللي هي رفع الجرن، رفع المحلل، رفع المخل، شد الحبل، اطول اوف، الجحشي طويلة، أطول زلغوطة، أطول شنب مثل ما عملنا بطنبوريت، أطول كرش، يعني الأشياء اللي ها كانت إيه كل شيء هدول قديمة. بيعملوا لك فرح أنت بتشوفي. وأنا عم بسعى هلا لحتى نعمل سباقات، لأنه انتبه بالسعودية عم بيعمل سباق الهجن، سباق الهجن عم بيكون سوبر متميز، عم بيكون في له استقطاب كتير كبير. نحن بلبنان مشهورين بسباق الحمير كمان، عم برجع عيد هيدي الموضوع، هيدي شغله نحن اللي بيسمع هلا المشاهد بيقول لك اوف سبق الحمير، سبق الحمير كانوا ينطرون من سنه لسنه من موسم لموسم، وهيدي من عاداتنا وتقاليدنا، عادات نعم الاباء والاجداد وما لازم ننكرها. فكمان عم نحضر لهذا المشروع، وكل ما يعنى برياضات تقليديه شعبيه نحن مستعدين مع اي ضيعه، مع اي رئيس بلديه، مع اي جمعيه او للتعاون. كنيسه للتعاون بهذا الموضوع. نعم استاذ مارون، اكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق بالاتحاد، نحن جزء لا يتجزأ منه، من هالعيله اللي بنحبها كثير، واكيد نحن كل فتره والتاني رح يكون لك معنا اطلالي، رح تخبرنا عن اي شيء جديد. كلمتك الختاميه. انا بدي اتشكركم، بدي اتشكر تيلي المير، لانه صرت اعتبرها انه بالنسبه لنا هي الاذاعه الاولى، لانه هي اللي بتسارع وبتطلبنا لحتى نعمل هذه المقابلات، وبطلب انه من كل الاذاعات اللبنانيه انه تحذو حذوكم هي تسارع وتتواصل معنا، لانه رياضات تقليديه شعبيه إلها علينا حق، هي رياضات الاباء والاجداد، اذا نكرنا الماضي الحاضر مش موجود، المستقبل راح يستغني عنا. فبطلب من كل اللي بيعتبروا حاله انه قيمين على الاعلام والاعلان انه يسارعوا ويستضيفونا لحتى نخبر عن هالرياضات وهيدي الثقافه ننشرها باكثر مكان واوسع مكان. أكيد شكرا لك أستاذ مارون خليل خليل، رئيس الاتحادين اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية. وأنا بثني على كلام أستاذ مارون، بدعي كل وسائل الإعلام تتسلط الضوء بفقرات الإخبارية على هيدي المواضيع التراثية، لأنه الناس تعبت من الأزمات ومن الحروب ومن الخضات، وين في أزمة معيشية، وين في، خلينا نعطي شوية رجاء شوية أمل لهيدا البلد، ونرجع هيك نذكر كيف آبائنا وأجدادنا عطوا من الضعف قوة، وكان عندهم هالتصلب القوي والتمسك بأرض الآباء والأجداد، ولا سيما التراث. رح نتوقف نحن وياكم مع فاصل صغير ونعود لمتابعة فقراتنا.